في الشأن العربي خاصة في العراق، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي كان في مقدمة مستقبلي القادمي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية. قبل مغادرته بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن زيارته للسعودية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وأضاف القادمي أن الزيارة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل، انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا.